منذ الصباح الباكر تدب الحياة في أوصال قرية قرنعون التراثية. فالقرية تنظم خدمات وأنشطة ذات طابع سياحي وترفيهي تجذب الزائرين الهاربين من ضوضاء المدينة. ويتوافد نحو 1500 زائر أسبوعيا إلى القرية، أكثر من نصفهم في عطلة نهاية الأسبوع. ويدفع الشخص الواحد 40 دولارا مقابل الاستفادة من كل الخدمات. قرنعون التي كتب لاسمها أن يعود إلى الخارطة قبل نحو 5 سنوات هي واحدة من أكثر من 200 قرية هجرها أهلها واندثرت معالمها خلال فترة الحكم العثماني للبنان، وذلك بفعل عوامل عدة أبرزها الضرائب العالية التي كان يفرضها الباب العالي. ويعود الفضل في إعادة الحياة للقرية التي تقع أراضيها ضمن أملاك الرهبنة المارونية إلى دور حكيم. قرية قرنعون تحولت أيضا إلى مقصد للراغبين بإقامة حفلات زفافهم، حيث ينظم في ربوعها أكثر من 20 حفل زفاف خلال أشهر الصيف، علما أن قرنعون تحمل الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأطول طرحة عروس. تتجاوز إيرادات المشروع اليوم عتبة 4 ملايين دولار سنويا، نجاح لم يفاجئ الخبير الذي أشرف على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. ولعل سر نجاح مشروع قرية قرنعون يكمن أيضا في حقيقة مفادها أن المجتمع اللبناني بات مجتمع مدن. ويشير تقرير أعدته الأمم المتحدة إلى أن ما يقارب 90% من سكان لبنان يسكنون المدن، ربعهم في العاصمة بيروت وحدها. واقتصاديا لا تزيد نسبة مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج القومي عن 6%. ويستبعد الباحثون أن يتغير الحال في المدى المنظور، فلهجرة أهل الريف إلى المدينة اليوم أيضا أسبابها. توشك الشمس أن تغيب، يعود زائرو قرية قرنعون إلى مدنهم في آخر النهار، فيعود الهدوء إلى القرية العائدة من الاندثار.